لحظات يجرب حظه بالتسديد. ميسي لعبها بشكل رائع، لكن المشكلة أنه أيضا واجه حارس متألق جدا في مباراة اليوم. ليونيل ميسي، الله يا ولد يا ولد يا ولد، لقطة غير عادية يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة في وقت مبكر من المباراة، لكنه حاز. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم، بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا التغطية لمباراة الليلة.